كتكون بهذه الصفاره سواء. علاش هذه ديال الانتباه ملي كنديروا الصفاره راه تنعيطوا عليكم ديال اش راه كاينه شي حاجه دائما حنا في الكشفيه خص حيت كنستعمل الاشارات بزاف يعني كاين اللغات ديال الصفاره كاين اللغات ديال الفانيش ديال الاعلام كاينين بزاف ديال الطريقه ديال التواصل منهم هاد الصفاره في الغالب كيحملوا ناس الصفاره لان هي اللي سهله وهي اللي كتسهل اذا دابا غادي نقوا هاد الشيء على بعض فوق الزهور ترك الولاء واتى يدور
تجري من صهر العسل أرأيت كم يهوى العمل يجري من صهر العسل أرأيت كم يبغي العمل يبغي العمل يبغي العمل إلا بغيتي استمرارية داخل الحركة الكشفية كاين واحد المنهاج تمشي به. إلا مشينا غير في الترتيب كاين مثلا الشيء اللي خصو يدوز عندك نقولو حنا من 7 سنين 11 عام شحال معانا؟ 9 سنين 4 سنين واش تظنوا بأن 4 سنين يجي عندك داك الدري تياخذ نفس لا تعطيه نفس الشكل هذا شي لا خرجة ما يستمرش ولكن إلا عندك واحد النظام ديال التدرج مثلا تيكون واحد الفترة ديال القبول تدوز واحد الشهرين وتندير له واحد الحفل وتندوز له واحد الاختبار امتحان في واحد المجموعة ديال المعلومات وتيدوز مثلا المرحلة الثانية وشي من المبتدئ تيدوز عام عاوتاني تيدوز امتحان وشي يطلع الشيء الثاني وشي يطلع الشيء الأول ولكن هما ما غيمشيش بحال هذا القديمة بحال الشكل ديال التعليم طلع من البيت الأول وتيطلع القسم الثاني وتيتسنى وتيخدم وتيشتغل النتيجة وتيعرف هنا وهنا وهنا وتيتسنى النتيجة واش غيطلع لديك الدرجة الأخرى ومناسبة تكون فيها واحد الاحتفالية وتدير له واحد الحفلة وشهادة ديالو قدام صحابو وطوموس وداك الشيء مقاد هذه الحركة الكشفية هذه الحركة الكشفية ملي جينا بقينا نقولوا لا راه غادي نديروا التجمع ونديروا النشيد واللعبة ما غاتكونش الاستمرارية ديال الإنسان داخل الحركة الكشفية إلا ما كانش هذا التحفيز هذا وما كانش ذاك الرمز داخل الحركة الكشفية عارف الرموز داخل الحركة الكشفية إذا داخل الفرق الوطنية أن كل فرقة وطنية عندها اختصاص ديال ذاك القسم اللي هي فيه والمفروض أنها خصها تكون تتعرف على ذاك القسم الشادة والفادة يعني المهمة ديالها والمنهاج ديالها والزي والطريقة بزاف ديال الحويجات هذا الشيء ما نديرو فيه فيما بعد ان شاء الله ياك غادي نديرو فيه تدريب منين يتهيكلوا الفرق الوطنيه والمفوضيات نديرو فيه تدريب لان كل واحد على اختصاصه حيت كل قسم راه اختصاصه كل قسم بشاراته كل قسم بتحفيزاته وكل قسم بالطريقه ديال التعامل معاه
اشبه ما شفت الشفافه وهي كبيره. هذا هو اللي كيميز الكشفيه على باقي التنظيمات. هذا هو المفيد هي الاستمراريه، التحفيز. انا تسمي التحفيز في الاستمراريه، انا مستمر بفضل واحد التحفيز معين اللي هو ما نعرفوش انا غادي، ولكن كاين داك التحفيز. كل مره تعطيني شهاده، كل مره تدير لي واحد الشريطه تجبيه، راك انت هو تا هو داك عارف واعر انت تدير واحد الشريطه وكذا، وانت غادي راجي تقول لي لا حي غندير لك جوج غندير لك ثلاثه تقول لي عارف عارف العرافه. 24 اش كتعطينا في هذه الحاله؟ سير كيولي عندنا سير. وهملي تنقول السر كنهضر على واحد الفئه سنيه اللي هي تراوح العمر ديالها بين 8 سنين ممكن كتحطو 60 دابا 7 سنين داروها على وجهكم خيانات. خيانات هي السنين علاش كتبدا؟ تل 11 يعني كيما قال المؤمنات على السر الابتدائي. كذلك ديال السر الابتدائي تندوزو 12 عام تنهضرو على هذا السر الاعدادي اش كنلقاو فيه؟ الشفا والمرشد بالنسبه للذكر الأشبال تسميوه شبل، وبالنسبة للإناث تسميوها زهرة. زهرة أشبال. بالنسبة للقسم الثاني اللي هو الكشاف والمرشدات، الكشاف هو ذكر، ولو أن الكشاف كتقلبوش، ولكن بالنسبة للأقسام تكون هذه الفئة السنية اللي هي 200 بين 12 و 14 سنة. بالنسبة للإناث كيتسموا المرشدات.